حكم إخراج زكاة المال لبناء منازل الفقراء وتوزيع السلع. مسألة بناء المنازل هذه فيها نزاع بين العلماء، هل يجوز بناء منزل للفقير من زكاة المال؟ فلأن الفقر أمره نسبي، وجل المصريين عندنا يسكنون بالإيجار، فإذا فتحنا الباب لزكاة المال لإنشاء المباني ستستنزف زكاة المال في البناء ويضيع حق الآخرين، خاصة أن بناء منزل يكفي قرية بكاملها من الزكاة، إلا أن هناك حالات اضطرارية شديدة قد تكون لها صور تستثنى.